السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي. النهاردة إن شاء الله كمان في عنا غرسة تريكو بسيطة وممكن تكون يعني نستخدمها للمشغولات الرجالية ومشغولات الأطفال، لأنه هي غرزة من الغرزات المقفولة يعني بتدفي بالشتاء. كمان هي من الغرزات السهلة يلي تقسيمتها ما بتاخد عدد سطور ما بتاخد عدد سطور طويلة حتى تخلص معنا. الغرزة من مضاعفات الخمسة زائد اثنين، يعني خدوا اي عدد مضروب في خمسة وبعدين ضيفوا غرزتين مشان الحافة. رح نبتدي التقسيم ان شاء الله مع بعض دلوقتي. انا خليت حتى نقسم من اول سطر مع بعض ونشوف هنشتغل الغرزة دي ازاي. الأول في عنا غرزتين حافة مقلوب، بعدها بيلزمنا ثلاث غرزات عدل. بعدها اثنين مقلوب وهي غرزات مسافة. بس كده التكرار. دلوقتي التكرار هو ثلاثة عدل، اثنين مقلوب، ثلاثة عدل، اثنين مقلوب لآخر السطر. ثلاثة عدل واثنين مقلوب مجموع خمسة، لذلك قلنا انه الغرزة من مضاعفات العدد خمسة. كمان نكرر، ثلاثة عدل، اثنين مقلوب. ثلاثة عدل، اثنين مقلوب. ثلاثة عدل، ورح تنتهي معنا باثنين مقلوب مثل ما ابتدينا باثنين مقلوب. كده عملنا التقسيمة الأساسية للغرزة. الآن سطر المقلوب ما فيه أي شغل غير إنه العدل عدل والمقلوب مقلوب، يعني اللي كانوا هون اثنين مقلوب بقوا اثنين عدل، واللي كانوا هنا ثلاثة عدل حيتشغلوا اثنين مقلوب، وحنشوف إزاي. قلنا ابتدينا نحن كانت باثنين مقلوب، دلوقتي بدنا نشتغل اثنين عدل أهو. ثلاثة مقلوب، اثنين عدل. طبعا نحن عم نشتغل سطر المقلوب، افتكروا انه بنشتغل سطر المقلوب. انا رح كمل السطر، ما رح اتعبكم معي، بس حسب الغرزة اشتغلوا، اللي عدل عدل واللي مقلوب مقلوب. خلص كده التقسيمة بقت واضحة علينا اهو. طبعا اللي تحت ده انا عاملاه غرزة مرنة، تعرفوا انه دائما نبتدي التريكو بغرزة مرنة اذا ما بدنا نشتغل بلسه حتى ما يبرم معنا الشغل. حنبتدي دلوقتي الشغل في الغرزة المقلوب، بس افتكروا انه راح يضل مقلوب من اول بلوفر لاخره. غرزتين المقلوب دول ما فيهم شغل ابدا. نجي الان للثلاثة العدل دول، حنعمل ايه؟ حنعدي الثالثة اهو، هنسحبها ونخليها تعدي فوق الاثنين، بس كده. شوفوا لما نكررها، طبعا افتكروا انه نحن نقصت علينا غرزة، هنعوضها ازاي؟ غرزتين دلوقتي، نرجع للمقلوب اللي قلنا ما بيتغير من اول الشغل لاخره نهائيا. الثلاثة العدل، الثالثة نسحبها ونعديها فوق الاثنين ونشتغل الاثنين الباقيين، وبرضو نقصت عنا غرزة. كمان مقلوب ما بيتغير، الثلاثة العدل، الثالثة فوق الاثنين اهو، والاثنين بنشتغلهم عدل عادي.
وحنكمل السطر بالطريقة دي. هنشوف دلوقتي في سطر المقلوب هنعوض ازاي النقص اللي حصل في غرزة العدل. طبعا معلوم انه دائما احنا لما بنشتغل تريكو النقص ده دائما لازم يتعوض بمكان ما لشان يرجع العدد ثابت. انهينا بالمقلوب كده، خلص معانا السطر، قلبنا السطر اللي كانوا هون مقلوب، الاثنين دول قلنا بده ينضلوا لاخر الشغل كمان بدور المقلوب بده يكونوا عدل طبعا متعاكسين يعني. نجي بقى للحته اللي احنا نقصنا منها الغرزه، هنتعوضها ازاي؟ هنشتغل اول غرزه مقلوب وشوفوا المسافه دي، الخيط ده اللي هو في المسافه بين غرزتين ده هندخل الابره فيه كده اهو بشكل مقلوب اهو كأنه غرزة بس، ونشتغلها كما لو كانت غرزة مقلوب كده، ونرجع نشتغل مقلوب كده. الغرزة اللي نقصناها بدور بسطر العدل عوضناها بسطر المقلوبة. حعيد مرة تانية، عنا نحن هون غرزتين المسافة قلنا هدول ولا بيتغيروا وراح يفضلوا لآخر الشغل. نجي عندنا اثنين لازم يبقوا ثلاثة، حنشتغل أول غرزة مقلوب، الخيط ده يلي بيوصل بين الغرزتين اهو اهو ده، هدخل هنا الابرة واشتغله كما لو كان مقلوب كده، بكون عوضت الغرزة اللي انا نزلتها، واشتغل التانية مقلوب كمان المسافة اثنين، نرجع تاني مقلوب الخيط ده نشتغله مقلوب اهو كأنه دخلنا غرزة بيناته اهو، رجعنا للمسافة كمان انا بكرر اهو واحدة ارفعوا دي واعملوها مقلوب، والمقلوب اللي هي صاروا ثلاثة، رجع عنا العدد يلي تم اختصاره كمان واحد، والغرزة دي نشتغلها مقلوب ومننتهي بغرزتين الحافة كده. في سطر المقلوب تم تعويض النقص اللي أحدثناه بسطر العدل. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي في سطر العدل. كده خلاص الغرزات اتعوضت ورجعوا الثلاثة مع بعض، السطر ده ما فيهوش أي شغل أبدا، العدل عدل والمقلوب مقلوب. إذا السطر ده واللي ورا هنشتغل دلوقتي اثنين مقلوب وهنا ثلاثة زي ما قسمنا في الأول، ثلاثة عدل اثنين مقلوب، ثلاثة عدل اثنين مقلوب، ونكرر للآخر. هاي اثنين مقلوب وهي الثلاثة عدل بدون أي شغل فيه، لأنه بدنا نرجع نعزز الغرزة اللي نحن أساسا سلتناها، هترجع تتعزز دلوقتي. واثنين المقلوب اللي قلنا هنين مسافة، والثلاثة العدل، صارت واضحة؟ حكمل السطر وارجع له. انا كده انهيت سطر العدل حبايبي اهو بدون اي شغل فيه، رجعت التقسيمه مثل ما كانت عنا بالاول. دلوقتي بدي اشتغل المقلوب برضو، اللي مقلوب مقلوب واللي عدل عدل، اللي مقلوب مقلوب واللي عدل عدل، كمان انا هشتغل السطر ده وارجع له كده اهو. انهيت انا سطر المقلوب، شوفوا قد ايه واضحين صار اماكن العدل واماكن المقلوب. السطر الجديد بقى دلوقتي هنرجع نقسم فيه التقسيمة الأساسية، نرجع نكرر من دلوقتي بقى بدأت شغل
بالتكرار حبايبي. بدأنا باثنين مقلوب، خدنا الخيط لورا للخلف، حنعدي ثالث غرزة اهو فوق الغرزتين دول، تمام كده. هيحصل النقص اللي انتوا شفتوه، هنعوضه ازاي؟ نشتغل اثنين العدل دول عادي، كمان اديني بكرر دلوقتي السطر الاساسي اللي اشتغلناه مع بعض، كمان اثنين المقلوب، الثلاثة دول، الثالثة فوق الاثنين، كمان ونشتغل الاثنين دول عدل. رجعنا عدينا واشتغلنا الغرزتين، كمان نرجع اثنين مقلوب. لاحظنا خلاص دخلنا في التكرار. انا بس هقسم معكم عشان تفتكروا اللي عملناه في اول سطر. هنعدي الثالثة فوق الاثنين ونرجع نشتغل الاثنين، كمان المقلوب زي ما هو. نعيد، واحد اثنين، الثالثة تعدي فوق الاثنين، نشتغل. اثنين مقلوب، اخر واحدة انا بس هفكركم فيها للي بيحب يشتغل الغرزة دي نسائي مثلا او اطفال بنات وبيحبوا التخريمة بتاعتها كبيرة، هتعملوا ايه؟ هتعوضوا في نفس السطر اهو، هتعدوا دي فوق الاثنين، هتعملوا اول غرزة عدل، روحوا جايبين الخيط لقدام ومشتغلين تاني عدل كده، عوضنا بس الفتحة بتاعتها هتبقى كبيرة كده، عوضنا وهنشتغل عادي. لا انا مش عاوزاها، خلاص يبقى نشيل دي، انا بس حبيت ايه اقول لكم الفكرة. هنرجع لاثنين وانهينا باثنين مقلوب، ده اللي هو سطر التأسيس. الآن وين امتى هنعوض؟ هنعوض في سطر المقلوب. نرجع تاني اهو، شغلنا بقى مكرر اهو، اثنين العدل بالبداية، الآن واحدة مقلوب، لا تنسوا التعويض اهو، الخيط اللي بين الغرزتين ارفعوه على الإبرة وخدوا فيه غرزة مقلوب ورجعوا اشتغلوا المقلوب ده تاني كده، رجعوا الثلاثة. حبيت بس انا افكركم ولو انه كررت، فكركم بسطر التعويض عشان ما تنسوا اهو، الخيط اهو رفعناه، مقلوب اللي بعده مقلوب، كده رجعوا ثلاثة، اثنين مسافة، كمان واحد تعويض، الثالثة اثنين مسافة، واحد تعويض، الغرزة الثالثة، واخر تقسيمة معنا اهو، عوضناها وكده رجع العدد اللي ابتدينا بيه الشغل. طبعا ما بدي روح وقتكم اكتر من هيك لانه هنبتدي بقى بالتكرار. هنرجع دلوقتي بقى نشتغل سطر عادي، العدل عدل والمقلوب مقلوب، وبسطر المقلوب كمان العدل عدل والمقلوب مقلوب، هيك بيكتمل معنا اربع سطور. بنرجع بالسطر الخامس بنعيد التقسيمة دي، هيك بتكون الغرزة خلصت معانا. انا رح اشتغل بس كم سطر وفرجيكم اياها بعد ما يعني تتوضح معكم اكتر، وان شاء الله يا رب يكون هالفيديو مفيد لكم.
غرزة اهي حبيبي، بعد عدة سطور مكررة. شوفوا حلوة ازاي، ناعمة ورقيقة وسهلة، وبإمكانكم تشتغلوا فيها مشغولات الشتاء. وهي البلوفر اللي أنا كنت عاملاه بنفس الغرزة. بتمنى إن شاء الله يكون الفيديو أفادكم. لا تنسونا من اللايك والتعليق، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات أخرى.